صباح الخير يا كي جي 2. محمود اخرج يا محمود. كي جي 1 لو سمحتوا اخرجوا دلوقتي حصة كي جي 2. كي جي 2 دلوقتي انا عايزاهم كي جي 2 عربي تمام؟ دول مين الشطار دول؟ عاملين ايه يا كي جي 2؟ تسمعوا؟ انا ما ينفعش عندنا اقوم ما حدش يشوفني. ممكن كنت عايز الكاميرا ولا مش عاوزها؟ عاوزها. طيب انا هفتحها بنفسي. انت عارف ايه فين؟ يلا كيجي 2 معايا دلوقتي هنشرح كلنا نجيب الكتاب كيجي 1 لو سمحتوا اخرجوا كيجي 2 دلوقتي هي الحصه بتاعتهم اللي هتشتغل كيجي 2 معايا اللي في كيجي 2 يقول لي ايوه موجود الولاد دول مش ولادي انا جويرية انا كمان جدا انا بيري انا بيري بيك جدا وحشتيني يا دولو عامله ايه الحمد لله وحشتيني جدا بتذاكري يا حبيبتي عايزك تخلي بالك من نفسك يلا كلنا كي جي 2 هنجيب صفحة حرف التاء صفحة 62 من كتاب المدرسة هنراجع مع بعض دلوقتي حرف التاء تمام شايفيني مينا ازيك يا مينا يلا مستعدين يا كي جي 2 جبنا كتاب المدرسه بيري بيتا يلا يا بيري يلا يا مينا هات كتاب المدرسه صفحه 62 يلا يا جوجو انت كمان ماما دلوقتي الحرف اللي معايا النهارده هنراجع عليه هو اسمه حرف التاء اسمه حرف ايه؟ تاء تاء اسمه ايه؟ تاء تاء برافو حرف التاء فيه كام نقطة؟ اتنين برافو طيب احنا قلنا ان حرف التاء في نص الكلمة وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة بيبقى عامل ازاي؟ أول الكلمة أول الكلام كده فاتح ايد ضم في نص كلمة فاتح ايد الاثنين ضم الكلمة فاتح ايد واحدة وبيفتح الثاني هو كده طب يلا نقولهم مع بعض بالحركات الثلاثة فتحة وكسرة وضمة تا توتي برافو تا توتي يلا عايزه استعرض يا كي جي 2 تا توتي جدا توتي
عايزة يا كيجي يلا فكروني بيها بسرعة. تا توتي تا توتي فتحة ايه يا بنقولنا ماما احنا مش هنقول ما هنمس صعب تقول يا بنت بيقولوا يا ماما هاي دلوقتي يا كي جي 2 هناخد مع بعض حرف التاء. حرف ايه؟ حرف التاء. اسمعوني كويس عشان هراجع على الحرف ده عايزاكم تحفظوه معايا. هناخده بالحركات بتاعته الثلاثه تا تي تو. قلنا ان حرف التاء بيجي في اول الكلمه فاتح ايد واحده، في نص الكلمه فاتح ايديه الاثنين، في اخر الكلمه فاتح ايد واحده وبيرجع كبير تاني زي ما كان. حرف التاء في نقطتين. حرف التاء في ايه؟ نقطتين. أخذنا منه كلمات كتيرة جدا زي إيه؟ تفاح، توت، تين، ها، تمر، تاج، تمساح. تانية كيجي تو أخذنا كلمات على حرف التاء، نركز جدا في صوت الحرف. تاء تاج، تاء تمر، تاء توت، تاء تمساح، تاء تين، تاء تفاح. طيب بصوا معايا في النشاط اللي بعده كده عشان نراجع مع بعض الكلمات. فاكرين النشاط ده يا كيجي تو كنا بنعمل فيه ايه؟ بنشوف الصورة اللي موجودة عندي وبكتب الحرف المناسب لي مع الضبط. يعني مع الضبط مع الحركات بتاعته الثلاثة فتحة وكسرة وضمة. أول صورة عندي صورة، ها مين شاطر يقول لي الصورة دي اسمها إيه؟ ها صورة صورة إيه يا كيجي تقولي موجودة؟ تين. برافو عليك. ما هي دي يا كيجي تو؟ تين. طيب تين بتبدا بحرف ايه؟ ت. ت. كسرة. ت. طيب كسرة. يبقى تين كسرة. كسرة. برافو. تين كسرة. يبقى تين بتبدا بايه يا كيجي تو؟ ت. كسرة. كسرة. تيتين. قولوا ورايا. تاء كسرة تيتين. تاء كسرة تين. برافو. طيب الصورة اللي بعدها صورة ايه؟ تمر. 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 برافو. ها تمر. كده كويس. تمر فتحة ولا الكسر ولا الضمة؟ تاء فتحة. برافو عليكم. يبقى تاء فتحة تا تمر. ايه ده ولد لحقني. تا فتحه تا تمر. طيب محمد رامي ازيك مثل الهات اشتني جدا. يلا يا محمد ركز معايا عشان نراجع مع بعض الحروف يا حبيبي. تمام تمام. يلا سورة ايه دي يا محمد؟ توت. توت يا كيجي تو. بيري. توت بالضمه. توت. بيري انت موجوده. مين؟ بالضمه. توت بالضمه. برافو عليكي يا كيجي تو. توت بالضمه. مع بعض تاني. تاء كسرة. تاء فتحه. تاء ضمة. تو تو. تو. تاء ضمة. تو تو. هنشوف الصورة اللي موجودة تحت دي معايا. ضمة.
بنت تمر تمر نمر حبيب بنت بنت نمر وتمر ونمر وتمر مع بعض الكلمات بنت اسدي. طيب اول كلمه عندي يا كي جي 2 هنكتب كلمه بنت. كلمه ايه؟ كلمه بنت. يلا نقول مع بعض حروف كلمه بنت. باء نون تاء بنت. قولوا ورايا باء نون تاء بنت. باء نون تاء بنت. تمام. بعد كده عندي سورة نمر. سورة ايه؟ نمر. ها سورة ايه دي يا كي جي 2؟ نمر. نقول مع بعض حروف كلمة نمر. نون ميم راء نمر. نون ميم راء نمر. طيب السورة اللي بعد كده سورة ايه؟ تمر. سورة ايه؟ تمر. مين شاطر يفكرني بحروف كلمة تمر؟ تاء ميم راء تمر. تاء ميم راء تمر. يلا تاني يا كي جي 2 نقول الكلمات مع بعض تاني، عايزاكم تحفظوها معايا. أول سورة معايا سورة بنت، هنقول حروف كلمة بنت معايا تاني. مش عايزة أسمع دوشة يا كي جي 2 عشان تسمعوني كلكم كويس وكلكم تركزوا معايا وتحفظوها. باء نون تاء بنت. باء نون تاء بنت. طيب السورة اللي بعد كده سورة نمر. نون ميم راء نمر. نون ميم راء نمر. طيب السورة اللي بعد كده سورة تمر. حروف كلمة تمر ايه لسه قايلينها؟ تاء ميم راء تمر. تاء ميم راء تمر. تاء ميم راء تمر. انا دلوقتي هفتح الصوت عليكم عشان عايزه اسمعكم وانتوا بتقولوا الكلمات معايا. تمام. يلا يا كي جي 2 ها اول سوره عندي سوره ايه دي؟ بنت. يلا بنت. انا بقول بنت. نون ميم راء نمر. نون ميم راء نمر. تاء ميم راء تمر. تاء تمر. باء نون تاء بنت. باء نون تاء بنت. برافو عليك. يبقى كلمات حرف التاء اخذناها النهارده. اخذنا شين توت تمر. تاني تين توت. خلاص يا كي جي 2 الحرف ده ميش. طيب يلا الحرف اللي بعده ده حرف ايه ده يا كي جي 2؟ عملت خلاص هو كده اهو. حرف ده محمد ازيك؟ صحرا. الحمد لله. صحرا 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 صحرا. حرف ده كده اسمه سين. اسمه ايه؟ سين. اهي الحروف اللثويه سين فتحه سين فتحة
سين دماسو سين سين كسرة سي. برافو. طيب يلا قولي الحروف اللي سويها يا محمد كده بسرعة. الحروف اللسوية ظ ظ ظ ظ ظ ظ نصر والظاء والزل والظاء الساء والزل والظاء الحروف اللسوية الساء والزل والظاء. طيب ايه بتقول ايه؟ يعني حروف لسويه زي ما قبلنا ترسيل ثاني عشان اوضح بين الحروف بعضها في حروف متشابهه. طيب حرف السين يا مس نورهان لو سمحتي اطفي الاوديو مش سامعين حضرتك خالص الدوشه رهيبه. حاضر حاضر حاضر. طيب احنا اخدنا قبل كده كي جي 2 اسمعوني بقى انا قفلت الصوت عليكم عشان كلكم تسمعوني يا ريت ما نعملش دوشه ونفهم كلنا مع بعض. اخدنا قبل كده الحروف اللثويه الحروف الايه اللثويه يعني حروف لثويه بخرج فيها طرف لساني ث ث س وذال وظاء. ليه انا بقولها دلوقتي؟ عشان انا عندي حرف السين وفي حرف الثاء اعرف اوضح بينهم في النطق. حرف الثاء يا كي جي 2 وحرف السين في ولاد او في ناس بتنطقهم زي بعض، لا انا عايزاكم وانتوا بتقراوها بنبين النطق فيها. طيب انا حرف السين ببين فيه ايه؟ سناني سين اسمه ايه؟ سين. طب حرف الثاء قلنا من الحروف اللثويه بخرج فيه طرف لساني ثاء اسمه ايه؟ ثاء. انما النهارده احنا هناخد مع بعض حرف السين حرف ايه؟ سين. طيب سين هناخدها بالحركات بتاعتها التلاتة فتحة وكسرة وضمة. سين فتحة سا سين كسرة سين سين ضمة سو سا سي سو سا سي سو سا سي سو. شايفينها يا كي جي 2 تاني الفتحة والكسرة والضمة سا سي سو. يبقى الفتحة بتبقى فوق الحرف الكسرة تحت الحرف الضمة بضم فيها بقي وهي بتكون واو صغيرة فوق الحرف. طيب يا ترى ايه الكلمات اللي اخدناها على حرف السين يا كي جي 2؟ اخدنا كلمات كتيرة جدا. زي ايه يا ميس؟ اخدنا ستارة سين ستارة سين ايه كمان؟ سين سمكة سين سمكة سين ايه تاني يا كي جي 2؟ سين سبورة سين سبورة. طيب سين ايه كمان؟ سين سنجاب سين سنجاب سين سلم سين سلم سين ساعة سين ساعة. طيب النشاط اللي بعده فاكرين طبعا النشاط ده احنا على طول كنا بناخده بنكتب الحرف وبنكتب عليه التشكيل بتاعه او الضبط بتاعه اللي هي الفتحه والكسره والضمه. اول صوره عندي صوره طبعا احنا تعودنا خلاص يا كي جي 2 السلم ده ما بنقولش عليه سلم في العربي بنقول عليه سلم. بنقول عليه ايه؟ سلم بالضمه سلم اسمه يا كي جي 2 سلم. يبقى السين هنا ايه؟ ها في سلم سين ضمة سين ضمة سو سلم سين ضمة سو سلم. طيب السورة اللي بعد كده سورة ايه؟ سين جاب سين جاب. سورة ايه كي جي 2؟ سين جاب. شفتوا انا السين عملت فيها ايه هنا؟ صوت الحرف بتاعها كسرة سين جاب سين كسرة سي سنجاب سين كسرة سي سنجاب. طيب السورة اللي بعد كده سورة ايه دي؟ ها سورة ايه كي جي 2؟ سمكة سمكة سا سمكة سا سمكة, سا
سمكة فتحت بق في الحرف اهو وانا بنطقه، يبقى لما بفتح بق في الحرف يا كي جي تو يبقى ده صوته فتحة. سين فتحة س سمكة، سين فتحة س سمكة. تاني يا كي جي تو نقولهم مع بعض، سين ضمة سو سلم، سين ضمة سو سلم، سين كسرة سي سنجاب، سين كسرة سي سنجاب، سين فتحة س سمكة، سين فتحة س سمكة. طيب انا عندي صوره سلم، واحنا كنا كتبناها في الكراسه مع بعض فاكرين لما كتبناها في الهوم ورك، هي الكلمه دي اللي هنحفظها مع بعض. يلا نقولها ورا بعض، يلا نقولها معايا، سلم ميم سلم، سلم ميم سلم. يلا تاني يا كي جي 2، سلم ميم سلم، سلم ميم سلم. طيب يبقى احنا كده حفظنا كلمه سلم، حفظنا كلمه ايه؟ سلم. يلا نقولها كده لوحدكم، عايزه اسمعها منكم حروف كلمه سلم ايه. سلم ميم سلم، سلم ميم سلم. طيب النشاط اللي عندي ده، احنا هنا متعودين ان احنا بنكون كلمه من الحروف اللي بتبقى موجوده عندي. انا عندي في حرفين، اول حرف حرف الفاء، حرف ايه؟ فاء. حرف ايه كي جي تو ده؟ فاء. طيب الحرف اللي جنبه اسمه راء، اسمه ايه؟ راء. فاء وراء هندخلهم مع الكلمتين اللي مكتوبون دول عشان اجمع كلمه، عشان اجمع ايه؟ كلمه. عندي الالف عليها سكون اه، وحرف السين واقف جنبه. طيب تيجي يلا ندخل حرف الفاء، خليها تمسك في حرف الالف، يلا مع بعض ونكون كلمه فاء اه اه. فا اس فاس فاس. يبقى حرف الفاء اهوت مسك في حرف الالف وحرف السين واقف لوحده، هننطقها مع بعض فاس، هننطقها مع بعض ايه؟ فاس. برافو. طيب الحرف اللي موجود ده قلنا هو من الحروف المغروره، ما بيمسكش في ايد حد، ممكن يمسك في ايد اللي قبله انما اللي بعده لا. طيب حرف الراء يا كي جي 2 هيقف جنب حرف الالف بعيد عنه، هيقول له ابعد يا الف عني، انا مش همسك في ايدك، لان كمان حرف الالف من الحروف المغروره، هو بيمسك في ايد اللي قبله انما ما بيمسكش في حد ايه بعده. طيب حرف الراء هيقف جنب حرف الالف وتبقى كلمه على بعضها، تيجي نقولها مع بعض يلا، ها نقولها مع بعض بصوت الحرف، را را اه اه س راس، ها را اه اه س راس. يبقى حروف كلمة راس، راء ألف سين راس، راء ألف سين راس. طب حروف كلمة فأس ايه يا ميس؟ احنا لسه قايلينها، فاء ألف سين فأس، فاء ألف سين فأس. تمام كده؟ يبقى احنا اخدنا كلمة رأس واخدنا كلمة فأس وحفظنا مع بعض كلمة سلم. نقول مع بعض تاني حروف كلمة سلم، سلم ميم سلم، سلم ميم سلم. خلاص يا كي جي تو كده حرف السين، يبقى احنا رجعنا اول حرف حرف التاء بعد كده حرف السين. يلا مع بعض نشوف الحرف اللي بعده عشان نرجع عليه، مستعدين؟ يلا مع بعض. هي مثل الحرف ده، حرف ده كي جي تو يلا فكروني بسرعة اسمه ايه؟ دال. اسمه ايه؟ دال. صوت حرف الدال عامل ازاي؟ ده 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 دال، ده 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 دال. دال فتحة ها، دال فتحة دال، دال كسرة دي، دال ضمة دو، دال دي دو، د دي دو. دي بالحركات بتاعتها الثلاثه اللي احنا متعودين عليها، الفتحه والكسره والضمه. تانية كي جي تو نقولها مع بعض، د دي دو، د دي دو.
صوت حرف الدال عامل ازاي؟ ده 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 ده. صوت حرف الدال عامل ازاي؟ ده 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 ده. طيب كلمات ايه اللي اخذناها على حرف الدال؟ دال ايه؟ دال دراجة. دال ايه يا كيجي تو؟ دال دراجة. دال دراجة. دال دلو. دال دلو. دال ديك. دال ديك. دال دواء. دال دواء. دال دب. دال دب. دال درع. دال درع. دال ايه كمان؟ دال دودة. دال دودة. طيب دال ايه كمان؟ مين يفكرني؟ دال دجاجة. فاكرين ايه الدجاجة؟ الدجاجة والديك بحرف الدال. دجاجة. دال دجاجة. خلاص يا كيجي تو، يلا نشوف التمرين اللي بعده ونحله مع بعض زي ما متعودين. طبعا هنشوف الصورة ونحط تحتها أو نكتب عندها الحرف الأول بتاعها وعليه الضبط بتاعه. طب يلا، عندي صورة إيه دي يا كيجي تو؟ ها دو ده. دو دو دو. ها دو دو. دال ضمة. دو ده. دال ضمة. دو ده. طيب صورة إيه دي؟ دواء. صورة إيه؟ دواء. د د د دواء. يبقى الدال هنا هنكتبها عندها فتحة. دواء. يبقى الدودة عندها ضمة، الدواء عندها فتحة. طيب صورة إيه ده اللي عنده ريش ملون ده؟ ها الصياح بتاعه. ها ديك. 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 دال كسرة ديك. تانية كيجي تو، الصور موجودة عندي. دال ضمة دو دودة. دال ضمة دو دودة. دال فتحة دا دواء. عارفين الدواء طبعا كلنا اللي احنا بنشربه ده. ها دال فتحة دا دواء. دال كسرة دي ديك. دال كسرة دي ديك. تمام كده؟ طيب انا عندي الكلمات اللي هنشوفها هنا موجودة عند الصورة، مجموعة حروف موجودة عايزين نكون منها كلمة. عندي أول صورة يا كيجي تو هو عايز نجمع كلمة الصورة دي. طيب الصورة اللي عندي دي صورة إيه يا طارة؟ صورة أسد. صورة إيه؟ أسد. طيب تيجي نجمع مع بعض حروف كلمة أسد. يلا مين شاطر يقول لي حروف كلمة أسد؟ ها أول حرف، حرف ألف. ألف. بعد كده حرف سين. سين. بعد كده حرف دال. دال. ألف سين دال أسد. ألف سين دال أسد. يبقى حروف كلمة أسد هي كيجي تو؟ ألف سين دال أسد. ألف سين دال أسد. حروف كلمة أسد إيه؟ برافو عليكم. ألف سين دال أسد. طيب الصورة اللي بعد كده صورة إيه؟ ها عارفين الدرج اللي بنحط فيه الأقلام والحاجات بتاعتنا اللي في البيت؟ ها درج. ها د د د د را ج د را ج. يبقى حروف كلمة درج ها دال را جيم. دال را جيم. دال را جيم درج. ها دال را جيم. خلاص. طيب اخر صورة معايا كيجي تو صورة دب. صورة دب. دال باء دب. دال باء دب. طيب حروف كلمة دب احنا حفظناها، دي اللي كانت موجودة علينا في الكراسة لما اديتها لكم ونحفظها مع بعض. يلا راجع مع بعض بسرعة ونقولها. دال باء. دال باء دب. دال باء دب. دال باء دب. نحفظ كمان كلمة أسد.
ألف سين دال أسد. ألف سين دال أسد. ألف سين دال أسد. تمام كده يا كي جي 2؟ النهاردة رجعنا على ثلاث حروف: حرف التاء، حرف السين، حرف الدال. تمام؟ أخدنا في حرف التاء كلمة تمر. حروف كلمة تمر إيه؟ تاء ميم راء تمر. تاء ميم راء تمر. أخدنا حرف السين وحفظنا عليه كلمة سلم. حفظنا عليه كلمة إيه؟ سلم. سلم ميم سلم. سلم ميم سلم. آخر حرف معايا حرف الدال وأخدنا عليه كلمة دب. أخدنا عليه كلمة إيه؟ دب. دال باء دب. دال باء دب. أنا هفتح لكم الصوت دلوقتي يا كي جي 2 عشان إحنا خلصنا. اللي عنده أي سؤال أو عايز يفهم أي حاجة تاني ممكن يقول لي يا مس. يلا قولي قولي المسلمين. سناخد حرف الواو. مش رد. مش هناخد حرف الواو. أيوة خلصناه. واو صغيرة فوق الحرف تشد الحرف لتحت. وحرف السين وحرف الدال. من الكلمات. تمام يا كيجي. خلاص نذاكر في البيت بقى مع ماما الكلمات اللي انا دي. هناخد حرف الواو. النهارده نحفظ. مش هناخد حرف الواو. اخدناه يا حبيبتي قبل كده. اخدنا حرف الواو في الحصص اللي قبل كده. بقى شوفيها على الفيديو. مش نورهان. نعم. احنا خدناش حرف الالف. احنا خدناه قبل كده لكن لسه في كلمات. احنا عارفين كل الكلمات دي. عارفين دب واسد. طيب يا حبيبي شاطر. برافو عليك يا محمد. ان شاء الله هنكمل الحصه الجايه بقيه الحروف. واي اي فيديو عليه بقيه الحروف موجود عندك على قناه المدرسه على اليوتيوب. ابقى شوفها. احنا سجلنا قبل كده جديد. تمام. انت تيجي تو اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله يوم الاربعاء. استنوني هنكمل بقيه الحروف.